نطبق الكلام ده على الالكترونيك جاس بلندر. اول مرحله عندنا في جهاز الفنتليتور. الالكترونيك جاس بلندر زي ما قلنا المفروض هدفه الاساسي بيبقى في عندي داخل اكسجين ب 4 بار، وعندي هنا اير داخل ب 4 بار، بيبقى في عندي سيت فاليو هي عباره عن اف اي او 2 اللي هي فراكشن انسبايرد او 2 او نسبه الاكسجين في الهواء المطلوبه في البريدنج اير للبيشنت، بالاضافه للتايدال فوليوم المطلوب. التايدال فوليوم بيديني الفلو ريت اللي انا محتاجه بيبقى قد ايه. فبيسكلي بيبقى في عندي تو بروبورشنال فالفز للاير والاكسجين، حاجه بالشكل ده كده، الدايجرامز بتاعتهم بتبقى بالشكل ده. بتحكم في البروبورشنال فالف حيث احدد الفلو ريت هنا بيبقى كام والفلو ريت هنا بيبقى كام. فالفلو ريت في كل واحد فيهم بيبقى بروبورشنال للكنترول سيجنال اللي رايحه عندي للبروبورشنال فالف الاولاني للاكسجين والبروبورشنال فالف الثاني للاير. بحسب الكنترول ده بيحصل ازاي؟ بيبقى بيسكلي الميكشر اللي طالع بيطلع بالنسبه بتاعت الاكسجين المطلوبه والتايدال فوليوم او الفلو ريت المطلوبين. فبيسكلي طبعا احنا لازم ناخد في اعتبارنا كذا حاجه، منهم ان احنا عندنا البريشر والتمبرتشر بيأثروا على الفلو ريت اللي طالع. يعني بمعنى احنا عندنا في الجاس لو بي في بتساوي ان ار تي، البريشر في الفوليوم بيساوي الان الكونستانت والار كونستانت في التي اللي هي التمبرتشر. فمعنى كده لو انا بتكلم على الفوليوم، لو انا مثلا بعمل ميكسينج لفوليوم من الاكسجين مع فوليوم من الاير، لازم اخد في اعتباري ان البريشر والتمبرتشر بيأثروا لي على الفوليوم اللي طالع. يعني لو انا قست الفوليوم ان هو حاجه معينه عند تمبرتشر معينه، يبقى لو التمبرتشر دي اتغيرت هيحصل عندي تغير في الفوليوم. فعشان اتاكد ان انا بعمل ميكسينج وعارف بالظبط الفوليوم اللي طالع ده قد ايه بالنسبه للتمبرتشر اللي انا شغال عليها، لازم اقيس البريشر ولازم اقيس التمبرتشر لكل واحد من الاثنين دول. لازم بالنسبه للانتري هنا يبقى في قياس لدرجه الحراره وقياس للبريشر للغازات اللي داخله. بيبقى في عندي تو ايكويشنز في تو انونز، بيسكلي اللي انا عايز احدده هنا الفلو ريت كام هنا والفلو ريت هنا كام، عشان بعد كده الميكسينج يحصل بطريقه صحيحه. فالفلو ريت وانس ان احنا حددنا الفلو ريت بكام، بقدر احدد الكنترول سيجنال وخلاص، ببقى عارف الكنترول هيبقى ماشي ازاي. الايكويشن اللي بتحدد لي الكلام ده هي اول حاجه ان التايدال فوليوم هو عباره عن الفلو ريت الاولاني في الانسبايرد تايم انسبيريشن تايم زائد الفلو ريت الثاني في الانسبيريشن تايم. يعني بمعنى انا دلوقتي عندي الفلو ريت ده لو ضربته في التايم يديني فوليوم، وده لو ضربته في التايم يديني فوليوم. فالتوتال فوليوم اللي انا باخده للبيشنت هو عباره عن مجموع الاثنين، طبعا باخد الانسبيريشن تايم عامل مشترك ويبقى مجموع الاثنين دول. الايكويشن الثانيه بنتكلم على التارجت اف اي او 2، يعني بتكلم على الـ نسبه الاكسجين كام. الاكسجين ده بيجي منين؟ طبعا عشان نحدد التارجت اف اي او 2 هو عباره عن الفلو ريت الاولاني في واحد، لان نسبته 100% في الاكسجين. يعني الاكسجين موجود في الجزء اللي جاي لي من الاكسجين ده بنسبه 100%. بالنسبه للاير عندنا 21% اكسجين. فمعنى كده الجزء اللي في المقال البسط دوت هو عباره عن نسبه الاكسجين او كميه الاكسجين او الفلو ريت بتاع الاكسجين اللي جاي لي من الميكشر دوت، حسب كل واحد فيهم فلو ريت بتاعه كام. لو قسمت الكلام ده على الفلو ريت مجموع الفلو ريت، يبقى معنى كده باخد نسبه الاكسجين بالنسبه للكل بتاع الايه مجموع الاثنين اللي هم اللي موجودين عندي دول. فبالتالي هنا بيبقى في عندي هنا equation. طبعا inspiration time ده بيبقى المفروض ان هو given بالنسبه طبعا نسب الاكسجين في الاكسجين اللي هو الجاي لي والاير بيبقوا معروفين. يبقى معنى كده دلوقتي عنده two equations في two unknowns اللي هم الفلو ريت بتاع ال O2 والفلو ريت بتاع الاير. طبعا التايدال فوليوم والتارجت اف اي او 2 اوريدي دول سيت فاليوز جايين لنا من اليوزر. فمعنى كده بحل التو ايكويشنز دول وبحدد الفلو ريت بتاع الاكسجين كام والفلو ريت بتاع الاير كام. وانس حددت الكلام ده بقدر بعد كده افيد الكلام ده ككنترول سيجنالز للتو بروبورشنال فالفز الموجودين عندي. وطبعا في الاخر لما باجي اعمل امبلمنتيشن بيسكلي بيبقى عندي مايكرو بروسيسور او مايكرو كنترولر موجود، بانترفيس المايكرو كنترولر ده مع الفالفز بروبورشنال فالفز اللي هم شكلهم بالشكل ده كده. الحقيقه ما ينفعش ان انا اعمل دايركت كونكشن بين المايكرو كنترولر للفالف، ان الفالف فيه سولونويد. عادة بنتكلم على البروبورشنال فالف ده بيبقى يعني كنترول سيجنال بتاعته بتروح للسولونويد، السولونويد بياخد كارنت يعتبر عالي شويه. ما ينفعش اسحب كارنت عالي من المايكرو كنترولر، فبالتالي لازم يكون في عندي مرحله درايفر
علشان يكبر الكارنت اللي موجود عندي من المايكرو كنترولر واوديه بعد كده للسولينويد. اللي احسن من كده ان انا بدل ما استعمل درايفر عادي استعمل ايزوليتد درايفر، بيبقى عباره عن حاجه زي اوبتو ترانزستور مثلا ولا حاجه. فبالتالي طبعا بنستعمله كلينير ترانزستور علشان يقدر يعمل لنا تغيرات يعني في الفولتج اللي رايح هنا او هنا، عشان يحدد لنا نسبه الفتح بتاع الفالف كام. وبالتالي ده كده بيعمل لي ايزوليشن، معناه ان هو دلوقتي فصل لي المرحله دي عندي باوبتيكال ايزوليشن. لو حصل اي مشكله هنا لاي سبب من الاسباب المايكرو كنترولر بيبقى يعتبر بروتكتد. فبالتالي انا دخلت دلوقتي كنترول سيجنالز اللي انا حسبتها بيزد على الفلو ريتس، وبعد كده عشان اعمل الفيدباك كنترول بقى اللي انا محتاجه لازم يكون في عندي سنسور، والسنسور ده بيقيس لي نسبه الاكسجين اللي رايحه في البريذنج اير. فالاكسجين سنسور ده بيبقى هو الفيدباك سيجنال اللي انا بعد كده باخدها وبقارنها بعد كده باليوزر انبوت علشان احدد اذا كان في ايرور، والايرور ده بعد كده استعمله عشان احاول احسن بيه التراكنج للديزايرد فراكشن انسبايرد اوتو. وبالتالي هو ده كنترول سيستم زي ما احنا كنا بنتكلم عليه، مثال للكنترول سيستم اللي كنا بنتكلم عليه بس امبلمنتد بالمكونات اللي موجوده عندنا هنا في جهاز الميكانيكال فنتليتور.